بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلبية لرغبات أو طلبات الكثيرات من مشتركات قناتي عن وصفة للشعر بالحبة السوداء، الحبة السوداء أو بما تسمى أو ما يسمى عندنا بالسانوج، وفي بعض الدول العربية الأخرى تسمى بحبة البركة، أو كذلك الكمون الأسود. فالحبة السوداء تحتوي على معادن وفيتامينات مهمة لصحة الشعر. لدينا وصفة رائعة جدا للشعر، فهذه الوصفة كذلك تناسب لمن يعانون أو تعاني من الشعر الأبيض الشيب، حيث هذه الوصفة تساعد على تحفيز إنتاج الميلانين، وكذلك تساهم في استعادة لون شعرك الطبيعي بالاستخدام المنتظم لهذه الوصفة، كذلك بتناول الحبة السوداء في المعجنات بشكل يومي ولمدة 3 أشهر، تساعد على القضاء على الشيب. كذلك لها فوائد كثيرة للشعر الجاف، تساهم في التخلص من قشرة الرأس والتهاب فروة الرأس، كذلك تزيد رطوبة الشعر وتعالج تقرحات فروة الرأس. كذلك لمن تعاني من الشعر الخفيف، هذه الوصفة تغذي لك بصيلات الشعر بعمق، تقلل تساقط الشعر وتزيد لك من كثافته. طريقة عمل هذه الوصفة: أولا نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الحبة السوداء ونضعها في كأس كبير، الكأس الكبير وليس الكأس الصغير كأس الشاي طبعا، على النار لتغلي مع إحكام إغلاق الإناء أثناء الغليان على نار هادئة حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في الحبة السوداء، ونتركها لحوالي 5 دقائق، ونطفئ النار ونتركها إلى أن تبرد نهائيا. بعدها نقوم بتصفية هذا الماء في قارورة البخاخ بهذا الشكل، إذا كان متوفر لديك البخاخ، بخاخ الشعر، ونحتفظ بالباقي في المجمد، نحتفظ به صالح الاستخدام لمدة شهر كامل إذا عملت كمية كبيرة من هذه الوصفة، نحتفظ به قلت في المجمد. ونستخدم هذه الوصفة بهذه الطريقة: نأخذ زيت حبة البركة طبعا حسب طلباتكم لوصفة بحبوب الحبة السوداء وزيت الحبة السوداء أو زيت حبة البركة. أولا نقوم بتدليك زيت حبة البركة على الشعر من الفرق من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق، ثم نترك الزيت على الشعر مع تغطيته بالبوني بلاستيك أو بأي كيس موجود عندك في البيت أو بوني الحمام لمدة 2 ساعة. فزيت حبة البركة له القدرة على اختراق فروة الرأس والتغلغل لبصيلات الشعر وتقديم فيتامينات ودعم للشعر ليستعيد نشاطه ويحفزه على النمو من جديد بشكل صحي وقوي. فزيت حبة البركة أو زيت الحبة السوداء يصلح جذور الشعر التالفة، يغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر، يحفز لك نمو الشعر ويعالج لك تساقط الشعر، يحارب الصلع وداء الثعلبة، كذلك يعالج هشاشة ورقة وتكسر شعرك. غير متوفر لديك زيت الحبة السوداء في البيت، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من حبوب حبة البركة
ونضعها في ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو أي نوع زيت متوفر عندك في البيت ويناسب شعرك، ونضعها على حمام مائي لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم باستخدامه على الشعر بهذه الوصفة. بعد مرور الساعتين نقوم بغسل الشعر بشكل عادي، ثم نستخدم بخاخ الحبة السوداء. هذا البخاخ نبخ كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونقوم بتدليك الشعر تدليك خفيف، ونتركه على الشعر بدون غسل، حتى أنه يمكنك استخدام هذا البخاخ بشكل يومي إذا كانت هنالك فراغات كثيرة على الشعر، حتى ومن يعانون طبعا من الصلع الكثير وتساقط الشعر. قلت كذلك لمن يعانون أو تعاني من الشيب والشعر الأبيض، يمكنها استخدام هذا البخاخ وبشكل يومي، حتى مرتين في اليوم يمكن استخدام هذا البخاخ، وبكل أمان آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وكل من تعاني أو يعاني من مشكلة الفراغات وتساقط الشعر والصلع، يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان، لأن هذه الوصفة زيت حبة البركة مع الماء لها فوائد كثيرة للشعر، تحد من تساقط الشعر حيث تعمل حبة البركة على تقوية بصيلات الشعر وتثبيتها، كذلك تساعد على تطويل الشعر بسرعة، حيث تحتوي حبة البركة أو الحبة السوداء على الكثير من الفيتامينات الضرورية التي تساعد على تغذية الشعر، كذلك تنعيم الشعر، لأن حبة البركة تحتوي على زيوت طيارة ضرورية تساعد على تنعيم الشعر وكذلك تكثيف الشعر، فحبة البركة تساعد على الحصول على شعر أكثر كثافة باستخدامك المنتظم لهذه الوصفة. حتى الرجال لإنبات اللحية يمكنهم استخدام هذه الوصفة، وصفة الزيت مع الماء عادي وبكل أمان، حتى يمكن شطف مكان الإنبات اللحية والشوارب بماء حبة البركة بشكل يومي، والنتائج بحول الله تعالى مضمونة وآمنة وليست لها أي أعراض جانبية. ولتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه يجب شرب الكثير من الماء، عن لا يقل عن لتر ونصف إلى لترين يوميا لتنظيف الجسم وتخليصه من السموم. تناول الغذاء الصحي المتوازن والمتنوع، الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والمعلبة والمقلية. يجب أن ندخل الفواكه والخضروات لنظامنا الغذائي اليومي، النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميا، وأخذ فترة راحة ونقاهة، وكذلك الابتعاد عن الاكتئاب، القلق، التوتر، الضغط النفسي، وكذلك يجب الحفاظ على فروة الرأس أو على صحة فروة رأس نظيفة خالية من تراكم الإفرازات الدهنية والأوساخ، واختيار شامبو مناسب لطبيعة شعرك العادي كان أو جاف أو دهني أو الشامبو المجعد، وكذلك بالقناة توجد أنواع شامبوهات طبيعية رائعة جدا، وقد تم تجربتها من قبل الكثيرات من مشتركات قناتي وكانت والحمد لله ناجحة. كما يمكنك كذلك وضع ملعقة شاي صغيرة من زيت حبة البركة في الشامبو الخاص بك، حتى تكون هذه الوصفة متكاملة بحبوب الحبة السوداء أو حبة البركة. كذلك يجب عدم تعريض الشعر للحرارة الكثيرة المفرطة كأشعة الشمس الكثيرة وحرارة السشوار وللمواد الكيميائية. كذلك يجب تزييت الشعر بالزيوت الطبيعية النقية بعد الاستحمام وهو رطب، كحسب مسميات الشعر كزيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت كحبة البركة، يمكن ترطيب الشعر به كذلك. زيت خروع، زيت صبار، هناك زيوت كثيرة والحمد لله، كل المشتركات أو كل المتابعات جربنا أنواع كثيرة من الزيوت والحمد لله تعالى. هذه الوصفة قلت مدة صلاحيتها وهي في البخاخ،
أسبوع كامل، فقط تسخن على حمام مائي وتستخدم على الشعر قلت بعد الاستحمام، ويمكنك حفظها في المجمد واستخدامها مرة أخرى، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. الاستخدام لهذه الوصفة، وصفة زيت حبة البركة، يكون قبل كل استحمام. أما البخاخ يمكنك استخدامه بشكل يومي. من تعاني من الشيب أو من يعاني من الشيب والصلع يمكن استخدام زيت حبة البركة وبشكل يومي. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.